السلام عليكم اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا باتم الصحه والعافيه وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم غادي نقدم لكم حساء فتات الشطبه اللي هي واحده من اكثر الماكولات الشعبيه شهره في المطبخ المغربي، لا سيما خلال فصل الشتاء البارد، واللي كنسميوها دواء البرد او دواء البرد لانه هو علاج سريع لنزلات البرد لدى المغاربه. وهو طبق متنوع متكون من الحلبه، حب الرشاد، الفول، العدس، الى جانب العجين اللي كيتحضر بطريقه خاصه. هذا الحساء التقليدي الرائع كيساعدنا على تدفئه الجسم ومده بالعناصر الغذائيه القويه، وكيف لا وهو يجمع بين البذور الطبيه والحبوب والبقوليات. فابقوا معايا لنهايه الفيديو باش تشوفوا المقادير وطريقة التحضير، وكنتمنى لكم فرجة ممتعة. فبالنسبة للمقادير ديال المرق، غادي نحتاجو بصلة مقطعة قطع صغيرة، أيضا سنحتاج للطماطم اللي حكيتها بهذا الشكل هذا وفص من الثوم، أيضا سنحتاج للقليل من العدس، يعني كل واحد يدير على حسب الرغبة ديالو اللي طبعا نقيناه وغسلناه. أيضا عندنا هنايا الفول كما لاحظتوا هو غسلنا واحد الكميه من الفول، ايضا هنايا عندنا حب الرشاد، وعندنا القليل من الحلبه. ايضا سنحتاج للبقدونس المفروم بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للتوابل فهي متوفره في كل بيت، فغادي نحتاجوا لها هنايا القليل من الكركم، ايضا سنحتاج القليل من البابريكا او الفلفل الاحمر الحلو، وايضا سنحتاج القليل من الملح، دائما كنستعمل ملح الهيمالايا، وايضا هنايا عندنا الزنجبيل او سكينجبير، عندنا القليل من الفلفل الاسود او الابزار، وطبعا ضروري من السمن. ايضا سنحتاج لزيت الزيتون، كيكونوا هادو هما المكونات ديالنا ديال المرق. غناخدو واحد طنجره وغادي نوضعوا فيها جميع المكونات. اولا غادي نوضعوا البصل والطماطم وزيت الزيتون مع فص من الثوم، نخليو هاد المكونات هذه تقلى لنا فقط قليلا فوق النار واحد المده ديال 5 دقائق حتى كتبل لنا شويه البصل وكتنسجم مع ديك الطماطم والثوم. بعد ما تقلاو لنا المكونات ونسجموا مع بعض، فغادي نضيفوا البقوليات اللي هما العدس والفول. غادي نحركوا هاد المكونات فقط قليلا ونضيفوا باقي المكونات. فهنايا غنضيفوا البقدونس المفروم، وايضا غادي نضيفوا كميه من الحلبه وحب الرشاد. انا ما قلتش لكم تقيدوا بالمقادير، كل واحد يدير على حسب الكميه المناسبه. فهنايا درت هاد الكميه هذه لجميع افراد العائله، وغنضيفوا بالتاكيد جميع التوابل، وما نساوش واحد ملعقه صغيره من السمن، وكنضيفوا القليل من الماء تقريبا واحد الكاس صغير ديال الماء فقط باش يتقلاو لنا العناصر ديالنا جيدا فوق النار. عاد من بعد كنمرقوهم وكنضيفوا كميه الماء الكافيه اللي طيب لنا فيه هذا المرق. بعد ما كيتقلاو لنا المكونات جيدا، كنضيفوا الكميه الكافيه من الماء، يعني كنغطيو الحبوب ديالنا بالكامل وكنخليوهم حتى كينضجوا جيدا. بالنسبه للعجين غادي نحتاجو 150 غرام من الدقيق خالي من الجلوتين، سنحتاج ايضا 50 غرام من دقيق الذره، ونحتاجو القليل من السمن، القليل من المساخن، والقليل من الملح فقط للتنسيم. وعندنا كميه من زيت الزيتون تقريبا واحد 2 معالق كبار من زيت الزيتون، وكميه من الماء الدافئ للعجن. كناخذوا المكونات وكنوضعوها في واحد الوعاء ديال العجن، 150 غرام من الدقيق خالي من البروتين تقريبا كاس ونصف، والكاس كيكون ممتلئ، ونصف كاس من دقيق الذره. كنضيفوا ليه القليل من السمن، وكما قلت لكم مساخن راه كنحضرها اللي هي مجموعه من التوابل اللي كنحضرها منزليا. كنضيفوا ايضا قليل من الملح، وغنضيفوا تقريبا واحد ملعقتان كبار من زيت الزيتون. وعندنا هنايا الماء اللي غنبداو به نجمعوا العجين. العجين ديال فتات الشطبه كيجي متماسك، يعني ما خصناش نخليو العجين يكون لين او كيلتصق بالايدي، يعني خص العجين يكون شاد في راسو باش يسهل علينا التبسيط ديالو ونشكلوه كيف ما بغينا. كي
كما كتلاحظوا هذا هو القوام ديال العجين المحصل عليه، كيكون متماسك بهذا الشكل. هذا كناخذوا واحد البلاستيك غذائي كنفرشوه، من بعد كنرشوه بالدقيق لتفادي التصاق العجين وكي يسهل تبسيطه في سطح العمل. كناخذوا المدلك وكنبسطوا العجين ديالنا جيدا بهذا الشكل هذا، والعجين خصو يكون رقيق السمك ديالو. كندير رشه خفيفه من الدقيق بعد ما بسط العجين، وكنحاول هنايا عندي واحد القطع اللي كيقطع لي اشرطه طوليه، يمكن تقطعوا فقط بالسكين، كل واحد على حسب المتوفر عنده. وبهذا الشكل هذا انا درت هذا الشكل هذا اللي يعني العجين كيبان فيه صغير جدا، كل واحد يدير الشكل اللي كيناسبه. انا هكا جاتني مزيانه. فبالنسبه لهذه الوصفه هذه حاولت نجربها مجموعه من انواع ديال الدقيق، ولكن هذه الطريقه هذه ان شاء الله هي اللي نجحت معايا، وفضلت نتقاسمها معكم لان واحد المتتبعه كانت طلبتها مني واحد المده، وان شاء الله اليوم كتاب وضع عليكم في اليوتيوب، فان شاء الله نتمنىكم ايضا تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم في هذه الوصفه هذه. ما تنساوش بانها كتساعد المراه المبدع على زياده افرازات الحليب، لانه يعني هذا الطبق هذا كفيل بمد الجسم بالطاقه اللازمه بفضل المكونات الغذائيه اللي كيتوفر عليها. كما لاحظتوا هنايا هذا هو العجين ديال فتات الشطبة، كيكون على هذا الشكل هذا. انا حاولت نغربلو من الفائض ديال الدقيق، غادي نديرو في واحد الصفايه وغادي نغربلو جيدا، ومن بعد نوضعو جانبا حتى كيطيب ليا المرق ديالي، ومن بعد كنرميه في اخر لحظه. بالنسبه ليا هاد العجين هذا كيكفيني باش ندير هاد الوصفه مرتين. فهنايا المتبقي درته في بلاستيك غذائي وقفلت عليه جيدا، وغادي نوضعه في المجمد الى حين الحاجه، يعني فقط كنحضر المرق وكنخرج هاد العجين وكنرميه مباشر. هنايا بعد ما نضج لينا المرق جيدا كما كتلاحظوا حتى المستوى ديال الماء انخفض، يعني تبخر كميه كبيره من الماء تبخرات، وكنلاحظوا بان الحبوب كلها ناضجه، يعني كنتفقدوا الفول العدس كلشي ناضج. كنضيفوا في الاخير العجين ديالنا بهذا الشكل هذا، كنضيفوا يعني حتى لاخر لحظه، ومباشره كنحركوه بواحد الملعقه خشبيه بهذا الشكل هذا بسرعه. كنخليه فقط واحد المده ديال 10 دقائق وكنقدموه بالصحه والراحه. كما لاحظتوا وصفه سريعه ولذيذه في نفس الوقت ومغذيه خصوصا في هذا فصل الشتاء. انا هنايا غنحاول نقدمها في هذه الانيه ديال الفخار او الطين. وكتكون هذه هي الوصفه او الشكل النهائي ديال الحساء ديال فتات الشطبة، اللي هو وصفه شعبيه معروفه بامتياز، والمغاربه كلهم كيحضروها في هذا الفصل هذا ديال الشتاء. كنتمنى هذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم، واكون دائما عند حسن ظنكم. نلتقي في فيديوهات جديده خاليه من الجلوتين. اتمنى لكم دوام الصحه والعافيه، الى اللقاء.